نحن اليوم في هذه المطرانية العريقة نجتمع فيها أخوة متحابين في الله والرحمة، نلتقي هنا لنتبادل التهاني الصادقة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. الأعياد في أردننا الغالي هي تعبير عن وحدتنا الوطنية الحقيقية، ونتميز بذلك عن الكثير من المجتمعات والدول المجاورة وفي العالم أجمع. هذه المجتمعات التي يسود فيها رفض الآخر، ليس لنا علاقة ولا صلة ثقافية ودينية بها. نحن نعتبر ونصر ليس فقط على القبول بالآخر، ولكن على العيش المشترك، على المحبة والوئام والحوار. ونحن كأسرة أردنية واحدة كبيرة ننتمي لهذا الوطن، وولاؤنا للقيادة الهاشمية التي تبث هذه القيم، قيم المحبة والتسامح والحوار، كما أنها تتحمل مسؤولية وعبء الوصاية على الأقصى وعلى القيامة. وطننا يضم الأديان والمعتقدات والمذاهب والأجناس والأعراق، هذا لا يضير، بل بالعكس، بهذا نشكل لوحة فسيفساء متجانسة. هذا التنوع لا يزيدها إلا جمالا وعطاء. ونحييكم في هذا اليوم الجميل، ونطرح إلى الله تعالى أن يديم الطمأنينة لشعبنا، والسلام للقدس عنوانا للحياة والكفاح والشموخ، آملا لكم عيد ميلاد مجيد وسعيد، وأن يعيده الله علينا جميعا في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله.